وسهلا مرحبا بكم، أهلا بكم في قناتكم قناة مصر الزراعية وبرنامجكم برنامج سنابل الخير. اسمحوا لي قبل أن أقدم التحية لضيف الكريم أن أقدم التحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مولده، وتحيتي إليك يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك وعلى أهل بيتك. أما الجزء الآخر فهو أن أقدم التعازي لجميع شهداء مصر الذين سقطوا بعيد الإرهاب، ونحتسبهم عند الله شهداء بإذن الله تعالى. والله سبحانه وتعالى يديم على مصر نعمة الاستقرار والأمن، نعمة الاستقرار والأمن التي ينعم بها شعب مصر. ومن أراد بهذا الشعب شرا خذه يا رب العالمين غير مأسوف عليهم. اللهم اجعل دماؤهم الزكية نقطة تلازم هؤلاء، تلازمهم وتؤرق منامهم دنيا وآخرة. نحن اليوم في الإسكندرية في عروس البحر الأبيض المتوسط، دائما نسعى إلى بارقة الأمل، وبارقة الأمل دائما تأتي من الإنتاج، والإنتاج دائما يأتي من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الإنتاج. نحن اليوم في أكبر مشروع تنموي، مشروع تنموي على مستوى الإسكندرية يمد جمهورية مصر العربية بالبيض والدواجن، مشروع 20 مليون بيضة، ويقوم عليه رجل ذات بأس، رجل فنى حياته في خدمة وطنه، فنى حياته في الإنتاج، جود من الإنتاج، جود من إنتاج البيض والدواجن. إنه الباشمهندس حسن زغلول. نرحب بك يا باشمهندس. أهلا وسهلا، نرحب بقناة مصر الزراعية لمشروع 20 مليون بيضة، وأهلا بكم. دلوقتي حضرتك أنت قامة وقيمة، وحضرتك إحنا مع الضيوف الكبار اللي مثل حضرتك، عايزينك تدينا نبذة علشان المشاهد يعرف من هو الدكتور حسن، المهندس حسن زغلول. أنت حضرتك ده يعني تأخذ كثيرا من الدكتوراهات. الله يخليك. الله يخليك. اتفضل يا فندم. مشروع 20 يعني عايزين تعرف نفس سيادتك الأول، من هو الدكتور حسن، وبعد تتعرف المشروع. أنا المهندس حسن زغلول، دفعة 79، شغال في المشروع من حوالي 34 سنة. بسم الله ما شاء الله. المشروع اشتغل سنة 81، والحمد لله انه مستمر بكامل طاقته لحد دلوقتي الحمد لله. المشروع بيتكون من 4 عنابر بياض وعنبر تربية، وعندنا وحدة تصنيع أرانب استحدثت من حوالي 10 سنين، ووحدة تصنيع أعلاف خاصة بالمشروع. حضرتك دلوقتي احنا بنتكلم على المشروع كمشروع إنتاج، مشروع بيقدم خدمة للمواطن، سواء المواطن السكندري أو المحافظات. عايزين حضرتك ايه نوع الخدمة اللي بتقدموها انتوا هنا بالنسبة للدواجن وبالنسبة للبيض وبالنسبة للأرانب؟ عايزين حضرتك تتكلم بتوسع عن المشروع. هو أساسا المشروع أقيم لإنتاج بيض المائدة. فاحنا في من حوالي سنة 2008 بنمد مشروع تغذية المدارس بالإنتاج خلال فترة الدراسة، وبتنتهي فترة الدراسة بندي المنتج والبيض، بندي المجمعات الاستهلاكية، ومنفذ المشروع بنبيع برضو، بيكون بسعر اقتصادي برضو بحيث المشروع بيكسب، واخد بال سيادتك، وبيبقى اقل من السوق، بنحس ان احنا بنحاول نتحكم في اسعار السوق. طب بعد كده احنا دلوقتي هندخل برضه من اجابه سيادتك مشروع المدارس. ايوه. هل حضرتك خاص بمدارس الاسكندريه ولا على مستوى الجمهوريه؟ لا، ده على مستوى الجمهوريه يا فندم. على مستوى الجمهوريه. على مستوى الجمهوريه. طب وانتوا بتقدموا دعم للمدارس ولا يعني؟ والله تعتبر الفتره اللي فاتت كانت اسعار البيت عاليه شويه، احنا نعتبر دعمنا في الفتره اللي فاتت
المدارس فيها بالنسبة للسعر. طب حضرتك يعني بالنسبة لحتة دخلنا في حتة البيض، بالنسبة للدواجن، الدواجن انتوا عاملين منافس فيها ولا؟ طبعا هو المنتج الدواجن دي بتعتبر منتج سنوي، يعني منين ما بينتهي القطيع من انتاجه بتبص تلاقي بنبيع احنا الفراخ بعد حوالي سنة انتاجية، واخد بال سيادتك، بنبيعها برضه في منفذ المشروع بأسعار برضه تعتبر اقتصادية برضه. حضرتك بصفتك مدير المشروع، مدير مشروع ال 20 مليون بيضة، برضه هنرجع برضه حضرتك للسؤال الأول، برضه أنت المشاهد عايز يعرف، الباشمهندس حسن يعني ده مشروع كبير، يعني حضرتك مدير المشروع، والمشروع يتبع ليه والهيكل التنظيمي هو المشروع في السابق كان تبع محافظة اسكندرية، وانتقل بعد كده من حوالي من سنة 96 لمركز محافظة الرعاية قطاع الانتاج، ومستمر لغاية دلوقتي تبع قطاع الانتاج، وهو المشروع لغاية يعني شغال، وشغال بكامل طاقته الحمد لله، يعني بنجيب حوالي 1700 طبق حوالي 1700 طبق يوميا، 1700 طبق حوالي يعني فوق ال 50,000 بيضه يوميا. بسم الله ما شاء الله. وهذا سيادتك، وطبعا في برضه مشروع مصغر من الارانب، كان بادئ بحوالي 45 ام، دلوقتي احنا برضه الحمد لله زودنا عدد الامهات، بقت حوالي 67، في 67 ام موجودين عندنا. طب احنا هندخل بقى حضرتك برضه في حكايه الدواجن، هل الدواجن دي مستورده ولا انتاج؟ لا، هي احنا بنجيب الكتكوت عمر يوم. منين بقى؟ بنجيبه من شركات خاصة. شركات خاصة. سلالات. هل السلالات دي حضرتك سلالات مصرية؟ هي سلالات مستوردة. انتاجها بتبقى عالي، واخد بال سيادتك، بتبقى مستوردة. يعني احنا هم يعني الشركات بتجيبها من بره، وبعدين بيربوا هنا، بيفرقوا هنا، وبناخده احنا، واخد بالك، الجيل اللي ممكن بنربي فيه في المزرعة هنا. طب حضرتك هل السلالات البلدية بتاعتنا اللي هي يعني هل انقرضت؟ لا، هي موجودة، بس احنا يعني احنا مشروع يعتبر ايه شغال اقتصادي من اول ما انشئ، واخد بال سيادتك، فاحنا بندور على الانتاجية العالية، واخد بال سيادتك، ف يعني ما كانش الفرخة بتجيب حوالي متوسطها مش اقل من 280 بيضة سنويا، من 280 المتوسط ممكن تعدي 300 و320، واخد بال، حسب ظروف التربيه بتاعتها، ما كانش تجيب انتاج عالي مش هيخسر. طب حضرتك احنا هندخل بقى في حته فنيه بقى مع سيادتك، بصفتك انت حضرتك ربنا يديك الصحه والعافيه، لك اكثر من 30 سنه في التربيه، حضرتك بيقولوا انه الفرخه بتقعد 20 يوم، يعني بتتربى يعني يا دوبك 20 يوم، هل دي بيبقى فيها قيمه غذائيه بالنسبه للانسان؟ طبعا دي بتبقى بالنسبه ده سيادتك بتتكلم في فراخ التسمين. التسمين التربيه اللي بناكلها. تسمين فراخ اللي هي اللي بيقول عليها البيضه، فدي طبعا هي تركيبها الوراثي بتنمو يعني بسرعه، واخد بالك، على اساس بتبقى برضو نظام اقتصادي، واخد بال سيادتك، وما يعني ما تعتبر طبعا صحيه، ما فيهاش اي حاجه. لا يعني بتعود على يعني مثلا هي بتعود على جسم الانسان. طبعا يا فندم، هو البروتين بروتين دي يعني الفرخه يقال انها بروتين اصغر بروتين، يعني ارخص بروتين حيواني اللي هي الدجاج. طب حضرتك بالنسبه للفراخ البياضه اللي عند حضرتك دي، بعد قد ايه الفرخه بتبيض؟ بتيجي هنا في فتره التربيه من عمر يوم، وتبيض من حوالي بعد هنخش 140 يوم، يعني اقل من 5 شهور. على البيض من 135 ل 140 حسب ظروف التربيه بتاعتك، هل انت نجحت انك تجيب دجاجه مهيئه لانتاج عالي ولا لا، حسب دي بترجع لظروف التربيه. هل حضرتك في انواع للدواجن ولا نوع واحد اللي هو بيبيض ده؟ لا، في كذا نوع للسلالات. في سلالات بني وفي سلالات بيضاء، واخد بال سيادتك، يعني سلالات مختلفه مش نوع واحد. دلوقتي انا حضرتك بنروح عند الفرارجي، انت فكرتني بالبن، والناس التجار الفراخ، يجي يقول لك ده اللي هو البن ده، يقول لك ده بلدي.
وده ابيض، هل فعلا ده بلد وده ابيض؟ هو طبعا عشان المزرعه الناس تكسب يعني تحقق ربح لازم يكون، او اقتصاديه لازم يكون يعني في ماس برودكشن، يعني يكون انتاج عالي، كميه كبيره بتخش عنبر، واخد بال سيادتك؟ فبالتالي لو انا هربي فرختين او اربي 10 مش هكسب حاجه. فطبعا مع الماس برودكشن ده بنبص نلاقي ان احنا يعني التكلفه بتبقى اقل، واخد بال سيادتك؟ انما اللي هو يعني اللون، نتكلم عن اللون، في لا اللون في نوع ابيض برضو وفي نوع احمر. النوع الاحمر هل هو ده انا بروح عند الفرارجي مثلا؟ هو 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 بيرجع لوضع البلدي او مش البلدي، نوعيه الاكل. نوعيه الاكل. طب انا كمستهلك اعرفه ازاي؟ يعني انا راجل عادي يعني. ما انا اقول لسيادتك حاجه، هو الفراخ المفروض اللي هو بلدي بيبيعها في السوق بحوالي بوزنها حوالي كيلو ونص، يعني ما بتعديش، قليله وما تعدي 2 كيلو يعني. طب دلوقتي حضرتك انت بصفتك خبير كبير جدا، في حد مثلا عايز يعمل التربيه المنزليه، هل ممكن الفراخ دي اللي عند سيادتك تتربى منزلي؟ هي الفراخ يعني بتحتاج، الفراخ خصوصا السلالات دي بتحتاج رعايه كامله، يعني بتحتاج بنجيب عمر يوم، بيبقى فيه نظام تدفئه ممكن ما تكونش متوفره في البيوت، واخد بال سيادتك؟ بنطلب مثلا 34 درجه حراره في البدايه ونسبه رطوبه معينه، واخد بال سيادتك؟ بعد كده مع تقدم عمر الفرخه بيقل درجه حراره، واخد بال سيادتك؟ ف يعني على برضه ايه، لو هو مثلا في حدود الكميات البسيطه يعني، ما انا بتكلم على الكميات ممكن بس. ممكن لو انت عندك مكان صغير ممكن مع حدود الكميات البسيطه، بس برضه هو لازم يبقى فيه نظام تدفئه، عشان يعني لو انا جبت كتكوت، هو الكتكوت يوازي بكام الكتكوت يعتبر يعني؟ هو الكتكوت حسب بقى سعر السوق. يعني كتكوت البهارات بيبقى غالي عن كتكوت التسمين. حسب سعر السوق. لكن صعب انه يتربى في، يعني لازم يكون نظام تدفئه معين. لازم يبقى في تربيه، هو لو عامل كميات كبيره، انما هو اذا كان هيربي مثلا 500 600 فبرضه مش محتاج، يعني ممكن يشتغل في عناب يعني باعمار كبيره شويه تستحمل البرد وكده، يعني يبقى في عشش وكده ولا ممكن يسيبها في عناب يعني في حظيره صغيره، واخد بال سيادتك؟ بس لو هو قادر يوفر لها دفايات يبقى حاجه محترمه يعني. لا ما انت عارف الريف ما فيش. هو بيبقى كتكوت صغير بيبقى صعب تربيته خصوصا في فصل الشتاء عشان يطلع منها سلاله، انما هو لو شغاله على اساس انه هيبقى تسمين او هياكل منه، واخد بالك؟ بعد شهر ولا شهرين يعني واخد بالك، فهو ما بيبداش بكتكوت عمر يوم خصوصا في فصل الشتاء. طب حضرتك بالنسبه للفرخه دي بتدي كام بيضه في السنه الفرخه الواحده؟ هو هي الفرخه حسب السلاله وحسب طريقه تربيتها وحسب خلوها في فتره التربيه من الامراض، واخد بال سيادتك؟ ونوعيه العلف، يعني متوسطه حوالي 300 بيضه في السنه. يعني ممكن تبيض كل يوم؟ لا هي الفرخه بتبدا، ما هو 366 يوم السنه، يعني هي بتبدا من 26، كل 26 ساعه بتبيض بيضه، وبعد كده مع التقدم في العمر بتقل بقى، يبقى كل ايه 27 ساعه حاجه زي كده. حضرتك انتوا بتساعدوها يعني بتساعدوها بالابر عشان تبيض؟ لا 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 يا فندم، احنا طبعا بقول لسيادتك بيبقى في فتره للتربيه، واخد بال سيادتك؟ بنتحكم في درجه الحراره، يعني والرطوبه، بنحاول نديها علف متزن، واخد بال سيادتك؟ على اساس انها ما بقاش معرضه للامراض، كل ما كانتش معرضه للامراض او هي ما انصابتش، واخد بالك؟ بتبقى فرخه زي ما قلت سيادتك، بتبقى فرخه مهيئه للانتاج عند حوالي 135 يوم، وبتجيب بقى كميات كبيره من الانتاج، بتبدا في الاول خالص لمده شهر بتجيب انتاج يعني حوالي من 50 ل 60، بعد كده تبدا بقى تجيب تسعينات بعد شهر من الانتاج. طب حضرتك برضه هندخل برضه الحته الفنيه، النظام العلفي. هو نظام العلف لكل عمر بيبقى فيه تركيبه اعلاف،
وحضرتك يعني في اول ما بنجيب الكتكوت اللي هو عمره يوم لغايه بنقول ده بالنسبه للبياض كتكوت البياضه من التسمين غير البياض، بنقول مثلا لغايه 28 يوم بنديله بادي، وبعدين من 28 حد بيبقى لكل سلاله بيبقى لها تركيبه بتبقى موجوده في الكتالوج بتاعها. سيادتك بتراجع الاوزان، يعني بنقول بادي بندي على بادي لغايه 28 يوم، من 28 يوم بندي لغايه 70 يوم حاجه اسمها نامي، وبعدين تطويري. واخد بال سيادتك دي اعلاف، دي انواع نوعيه اعلاف مرتبطه باوزان معينه ومرتبطه بالدوره ولا بالكسب ولا يعني لا، هي التركيبه بتبقى انت مثلا في العمر الاولاني اللي هو من عمر يوم لعمر 28 يوم بتبقى محتاج بروتين عالي، واخد بال سيادتك، اللي هو بنبدا بيه بالبادي، وبعد كده بنقلل نسب البروتين وانت بتوكل الفرخه بتكون على حاسب نسب البروتين وكميه الطاقه اللازمه للفرخه، والتركيبه بتنتهي مع الوزن، يعني الوزن المطلوب في الكتالوج. الوزن المطلوب في الكتالوج بنقول مثلا بعد 28 او 4 اسابيع بنجيب بنحقق، اذا حققنا الوزن مثلا حوالي سي هنقوله 250 جرام، واخد بالك، بننقل بقى للعليقه اللي بعد كده، ما بنجيبش ال 250، بنقعد مثلا ناخرها شويه لمده مثلا 3 4 ايام او اسبوع لغايه ما نجيب الوزن، وبعدين ننقل للعليقه اللي بعد كده. فبعدك انا مستريح طبعا في الحوار مع حضرتك، وعندي حضرتك قبول وصراحه. دلوقتي حضرتك كانوا فيه دعايه زمان بيقول لك انه بيجيبوا منع الحمل ده بتاع السيدات ويطحنوه ويحطوه للفراخ علشان تكبر، هل هذه المقوله صحيحه ولا لا؟ هو ده بالنسبه لفراخ التسمين، وما اعتقدش بيحصل فيه كده، انما بالنسبه لفراخ البياضه زي ما تقول لسيادتك انا دي بتبقى فرخه غير فرخه التسمين، والتسمين ما اعتقدش ان بيحصل فيه كده. الفرخه التسمين بيدوها مثلا لحوالي شهر ونص وشهرين يبيعوها، انما الفرخه البياضه بتقعد ست زي ما قلت لسيادتك 5 شهور في فتره تربيه، وبعد كده ممكن بتقعد من حوالي سنه تنتج. فلازم بتكون التربيه معتمده على علف متوازن، لان يعني الفرخه لو سمنت ما تجيبش انتاج، لو هي لكن يعني كان في ناس بتحط الله لا ما اعتقدش ان في الكلام ده، يعني ما اعتقدش. طب حضرتك احنا دلوقتي لما بنذبح الفراخ بنلاقي مثلا تحت الاجنحه نوع من الدم او بعد ما تستوي مثلا في المسيره، ايه السبب ده؟ بالنسبه للفراخ للتسمين يعني بتلاقي كدمات كده، هل ده عيب في العلف ولا عيب في لا ممكن تكون في اصابات مثلا، يعني الفرخه ممكن تكون خبطت في قفص، واخد بال سيادتك، انما طبعا لو في اي جسم مدمم طبعا ما تقبلش عليها، يعني هو مش بيبقى حضرتك تحت تحت الاجنحه تحت الصدر بتلاقي مثلا عرق دم كده، هل ده بيبقى عيب ولا هو من العلف؟ بيقول لك انا بسال الناس يقول لك ده من العلف. لا العلف ما بيسبب، قلت لستك حاجه، العلف ما بيسببش تجمعات دمويه عموما، يعني ممكن تكون اصابات من القفص حاجه زي كده، اصابات وانت بتنقلها، واخد بال سيادتك، بتنقلها ممكن رجلها مثلا اتنقلت غلط، ممكن رجلها تتكسر، واخد بالك. طب دلوقتي حضرتك احنا دلوقتي كان زمان الفراخ اكل الناس الغلابه، يعني مثلا يقول ما يغتدى يعني يسيب اللحمه ويقول لك ده احنا عندنا فرخه، يروح يشتري فرخه ب 8 جنيه ب 9 جنيه ب 10 جنيه، بروتين حيواني رخيص، بروتين رخيص وبيسد مع الاسره، ايه سبب غلاء هو سبب راجع للخامات، خامات بترتفع، اخبار سيادتك الذره طبعا عموما بيبقى مستورد، بيعتمد على نوع تاني من كوز بفول الصويا، ده مصدر من مصادر البروتين، واخد بال سيادتك، برضه ده بيبقى مستورد، فالخامات هي اللي بتغلى، هي اللي مغليه.
حضرتك احنا دلوقتي مش حتة يعني مثلا احنا عندنا منتج اساسي اللي هو الدور الصفر. طب لو توفرت الدور الصفر هنا هل ممكن ينقص سعر الفراخ؟ يا ريت يا ريت يا ريت تزرع ذره صفراء، وبعدين لازم بتتحكم برضو في نسبه الرطوبه بتاعتها عشان التخزين، واخد بالك؟ عشان الذره مع التخزين مده طويله بتعفن، واخد بالك؟ يا ريت. يعني انت عندك كل الاعلاف يعني يوازي كام في الميه استيراد الاعلاف من بره بالنسبه للدواجن؟ يعني هو العلب بيكلف ما لا يقل عن 65% من التكلفه. من تكلفة سعر العلب بيبقى غالي وتكلفته بتبقى غالية، فعشان كده هو يعني سعر الكتكوت بيطلع وينزل يعني حسب السوق بتاعه. إنما الأعلاف هي مرتبطة بقى بالأسعار العالمية. حضرتك أنا قبل ما أجي لسيادتك أني عملت دراسة يعني استقصاء كده أنه المزرعة دي جات في فترة من الفترات بعد انفلونزا الطيور وانتكست، انتكست انتكاسة كبيرة، وبفضل الله سبحانه وتعالى أنك أنت استطعت في فترة وجيزة أن تنهض بيها وحققت من الخسارة مكاسب. إزاي عملت التوليفة دي؟ الحمد لله، معتمدة طبعا على الخبرة. أخبار سيادتك، احنا يعني احنا سنه 2009 المحطه اصيبت. في الفتره دي كان في اصابه كبيره في انفلونزا الطيور. بعد كده الحمد لله دلوقتي احنا شغالين بكامل طاقتنا. كنا طبعا ما احنا عايزين تدي الناس ارشاد يعني ازاي انت ما عشان العلامه ما تبقاش فاضيه. واخد بالك سيادتك، كنا اشترينا يمكن 3 دفعات، الدفعه حوالي 20,000، واخد بالك، عشان نشغل عنابر بياض. فكنا اشترينا عمر كبير حوالي 100 يوم على اساس ايه نشغل بيه عنابر بياض. فبقيت يعني ان شاء الله الحمد لله ان احنا ايه اخرنا الدفعات شويه، يعني مثلا بدل ما نخلص 12 شهر مثلا لانتاج البيض عملنا مع تحقيق ربح. ما احنا بنتكلم ما احنا عايزين ندي رساله طمأنينه. لا مع تحقيق ربح، ده دليل ان احنا شغالين. يعني في فترة 92 كان ما كانش فيها الا عدد صغير من الكتاكيت، انما الحمد لله احنا دلوقتي معدين ال 80,000 فرخة من انتاج المزرعة. في بقول لسيادتك كان في البداية كنا بنجيب اعمار كبيرة شوية عشان نشغل بيها عنابر بياض كانت فاضية كلها. دلوقتي احنا بقينا معتمدين الفراخ اللي موجودة في عنابر البياض كلها متربية عمر يوم في عنبر التربية بتاعة المشروع. دلوقتي حضرتك هنقفز من نقطة الدواجن إلى نقطة الأرانب، وكيف أنتوا دخلتوا في حتة الأرانب نعرف الإجابة من الباشمهندس حسن، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل، وبنذكر الباش مهندس حسن. دلوقتي حضرتك انت يعني دخلت في حاجه جديده اللي هي الارانب. والارانب دي حضرتك بيقول لك حتى المثل ده فلان زي الارنبه كل يوم بيولد وبتاع. كسر التوالد. كسر التوالد. عايزينك تدينا فكره برضه، احنا برضه مش علميين زي سيادتك، عن دوره الارنب. يعني ازاي انت بتربيها ولا بتشتريها ما يوصل المنتج يعني لصاحبه؟ هو بالنسبه للارانب احنا بدانا فيها سنه حوالي 2004، وبرسالتك يعني من حوالي 12 سنه كنا بادئين ب 45 ام. وكل بنحسب لكل ام هو حوالي 10 ذكور، كل ذكر بيبقى ليه مخصص ليه 5 اناث من 5 ل 10. احنا هنا ماشيين نظام 5 ارانب. فاحنا الحمد لله بدانا كل سنه وكل سنتين نزود عدد الارانب بتاعتنا، ان برضو احنا كان بيهمنا في الموضوع ده ان انا ما اربيش وما اعرفش اسوق. تمام. أو انا ايه ان انا اربي وبعدين معلش يعني ايه يعني انا بحاول كل تسويق يكون في منافذ البيع على اساس ان انا ابيعها برضو مني للجمهور.
فأنا طبعا بيحقق ربح المشروع وبنجيب أسعار بتكون معقولة للجمهور. طب الأرنبة بتولد قد إيه كل قد إيه بالنسبة لل هي الأرنبة يعني بتجيب من حوالي 35 يعني مش أقل من 35 مفروض ل40 خلفة في السنة. بسم الله ما شاء الله، ده حاجة كويسة. هي من حوالي 35 ل40 خلفة في السنة. هي طبعا بتتلقح وبعد 14 يوم بتعمل عملية جس للأرنب، هل هي حامل ولا مش حامل. إذا ما كانش حامل بتروح جاي ملقحها من أول وجديد. بالنسبة للحامل بتولد عند من حوالي شهر، واخد بال سيادتك. الخلفات أو الولدات زي ما احنا بنقوله عليها أو الأولاد زي ما هم في بعض الناس بتقول، بيبقى بتقعد مع أمهم لغاية فترة الفطام اللي هي من حوالي 21 لغاية 28 يوم. حضرتك في التربية المنزلية أنا شفتها، كان الأرنب ولا الأرنبة بتعمل قطر في الأرض أو بتطلع الشعر بتاعها وبتدف ولادها وبتاعه ويطلع ويطلعوا يجروا وراها بقى يعني نظام التربية بقى العلم الحديث إزاي؟ لا هو احنا بنربي دلوقتي في بطاريات، واخد بال سيادتك. البطارية عبارة عن ايه؟ البطارية عبارة عن مجموعة أقفاص، كل قفص بحوالي من 60 سنتي، واخد بالك، 60 في حوالي 60 وارتفاع حوالي 40 سنتي، واخد بالك، بيكفي الأرنب. وبالنسبة احنا هنا عندنا بتبقى الأرنب عبارة عن أمهات، بيبقى في جزء في البطارية بيخش فيها قفص للولادة وقفص معلفة، ويبقى في فوق القفص ماسورة فيها نبل. نبل يعني ايه بقى؟ نبل يعني حلمة اللي هي بيشرب منها بيضة فيها الأرنبة زي الفراخ بالظبط. زي الفراخ. بتشرب منها. بعيد عن أمها. ده بالنسبة للأمهات. الأمهات. والأولاد برضو بيبقى فيهم عندهم نبل برضو بيشرب منها. حضرتك وهل برضو الأمهات بتطلع الشعر تنيم عليها؟ هي احنا طبعا بنساعدها، يعني احنا بنساعدها بقش رز، بنشارة خشب، لأن طبعا ما بقاش كافي. يعني في الشتاء ده بتبقى كمية محتاجة، هي طبعا بنزود في إنها فيها النشارة بحيث عشان الأولاد اللي هم مولودين يدفوا، فما بتبقاش كافي حكاية الشعر دي يعني. طب حضرتك حوالي كام الطاقة الإنتاجية للأرانب عند حضرتك ككل في حوالي قد إيه؟ هو احنا يعني احنا دلوقتي الحمد لله كنا الأول خالص وصلنا معدين 200 أرنبة شهريا، وبنبيعها في منفذ المشروع، هي وسلالة، بنبيع سلالات أرانب، واخد بال سيادتك، للجمهور برضه اللي عايز يربي موجودة عندنا بصفة مستمرة يعني. طب السلالات دي مصرية برضه ولا مستوردة؟ هو طبعا في نوع معمول كان عاملينه كل الزراعة هنا اسمه اسكندراني، واخد بالك، عندنا منه، وكان في نوع اسباني اسمه في لاين، فبنمشي دي، وفي ناس بتطلب دي وناس بتطلب دي. حضرتك بالنسبة برضه للخصوبة. هي بالنسبة لخصوبة الأرنب بتبقى عالية جدا بعد الولادة مباشرة، ففي بعض المنتجين بيلقحوا بعد 3 ايام، وفي ناس مدرسه تلقيح صناعي. لا تلقيح يعني احنا بنقول لكل 5 اناث في ذكر، وطبعا جرت العاده انه لازم الانثى يعني تاخد انت الانثى من قفصها توديها للذكر في القفص بتاعها. يعني. واخد بال سيادتك؟ فبيتم عمليه تلقيح، ولازم نتاكد من التلقيح تم بسلام، تم بطريقه برضو صحيحه انت بتتابعها، واخد بال سيادتك، عشان ما ايه طبعا علف غاليه، لما تلاقي كل 14 يوم توكل الارنب وما ينتجش مش هتكسب حاجه. طب عندك وين نوعيه الاعلاف بالنسبه للارانب؟ ما هو نوعيه الاعلاف بندي بقى اعلاف اللي هي انا بالنسبه لي هنا عندي بكون عندي بدي علف محبب، واخد بالك، ده بيقلل الفائت في الاعلاف. وطبعا علف الناعم بالنسبه للارنب بيجيب له مشاكل تنفسيه، اللي هو العلف الناعم اللي هو الماش اللي هو العادي اللي هو موجود. وفي علف بيبقى علف محبب كده عامل زي البلت، عامل زي القرص كده. طب ما بتستعملوش العلف اللي هو الاخضر والبرسيم لا انا طبعا بنعتمد على العلف الجافة المرجزه اللي هي الجافه، واخد بالك،
وبتبقى فيها كل متطلبات الأرنب، العناصر الغذائية، الفيتامينات، بروتينات، وبالك أملاح. فبنعتمد عليها بالنسبة للأرنب، بنعتمد على العلف اللي هو المحبب، بتبقى كل عمر بيبقى ليه برضو زي الفراخ كده، ليه نسبة التغذية، يعني كمية متابعها، واخد بالك؟ لأن برضه في الأول خالص في حاجة اسمها صدمة الفطام، أول ما بتشيل النبى من أمها، اللي هو بعد حوالي 28 يوم، ممكن بتاكل كميات كبيرة، واخد بالك؟ بيجي لها إسهال، واخد بالك؟ وممكن بيجي لها هزال برضه، وممكن بتموت. فبتبقى لازم متابعة في كمية العلف اللي أنت بتحطها، خصوصا في الأيام الأولى في عملية الفطام. طب ايه الأمراض اللي بتصيب الأرانب يعني عامة يعني في الفترة الأولانية؟ هو الأمراض اللي بتصيب الأرانب في أمراض طبعا، في تسمم دموي فيروسي، في تسمم دموي بكتيري، في جرب، في مشاكل، في يعني أرانب بتهجر أولادها ما بترضعهمش، في أرانب بتبقى عصبية ممكن بتاكل أولادها. أرانب بتاكل أولادها؟ في بعض أرانب بتبقى عصبية، دي طبعا بتستبعدها. واخد بال سيادتك؟ بالنسبة لل وفي حاجة كانوا زمان بيقولوا القطط اللي كانت ولادها، في بعض الأرانب بتاكل أولادها، واخد بالك؟ في دي طبعا بتستبعد، واخد بال سيادتك؟ في حاجة اسمها التهاب العرقوب في الرجل، برضه ممكن بيكون من خشونه من السلك المدلفن في واحد برسالتك، او بيبقى عيب وراثي نتيجه ان الفرخ الارنبه بتبقى وزنها تقيل ممكن، واحد برسالتك. دول برضه بتحاول انت على طول بتجدد عشان ما يبقاش فيه خساره، بيبقى عندك نسبه استبدال في الارانب اللي هي الولدات. طبعا انت دلوقتي بالنسبه للارنبه بتخلي الاناث، بتبيعها سلالات، بالنسبة للذكور انت مش محتاج كميات كبيرة منها، دي اللي بتتباع. بتتباع لحم. طب حضرتك، هل الامراض دي تنعكس الانسان بتيجي يعني مثلا لو ارنب لا اتباع؟ لا، هو بالنسبة طبعا التسممات والحاجات دي بتموت الارنبة، ما تلحقش تروح لك. انما هو بيبقى فيها لقاحات تحصينات عشان ما تصابش. يعني انتوا عندكم طب بيطري؟ احنا عندنا طبعا طب بيطري، واحنا عندنا بالنسبة للارنب عندنا اللي هو المناعات العاليه جدا، ما حدش بيخشها غير عامل او اثنين، واحد بستك. انا بخشها كل مثلا مره، كل اسبوع مره باخد بجس، واخد بالك؟ بتتم عمليه تلقيح مع معايا مهندس ثاني، واخد بالك؟ بيشرف عليها بحيث ان انا بقلل كميه الناس اللي داخله للعمر. حضرتك، هنرجع تاني حته الفراخ. انا كنت في ولايه اسمها ولايه فلوريدا في الولايات المتحده الامريكيه، وشفت تربيه الفراخ، ما فيش العنابر الحاجات دي. شفت اقفاص كبيره جدا، يعني القفص مثلا شله 20 او 30 او 40 فرخه يبقى في الجناين ويتشد كده، بس بتبقى اقفاص كتيره جدا. وبتدي انتاجيه كبيره جدا. ليه احنا ما نعممش الحاجه دي مثلا؟ ممكن نعممها. احنا هنا معتمدين على اساسا دي العناب اللي عندنا بتبقى عناب مغلقه، بتاخد علشان احنا بنبص برضو للتكلفه، بتاخد اكبر كميه من الدجاج. يعني انت لو ربيت ارضي مش هتاخد عنبر مثلا زي ده في 12 في 96 متر، 12 متر عرض. لا ده انا شفت حضرتك مثلا يجي مثلا 500 فدان، بيتكلم ايه؟ يعني واخد بالك؟ وعربيات بتجو، يعني واخد بالك ايه؟ لا ده تربيه متكامله، يعني مش حاجه بسيطه. يعني واخد بالك ايه؟ اسوار محدده، مش اسوار بالشجر. وحضرتك الفراخ دي بتغذى على حاجات طبيعيه وبتطلع من الاقفاص، ويعني عايشه الحياه البريه. ما هو ده التربيه المطلوبه. يمكن الدول الاوروبيه بدات تعملها انها اوبن اريا، ما بتحسبش، ما بتحبسش الفرخه. بالظبط. هنا احنا معتمدين برضو على في التربيه اللي هي المفتوحه، والتربيه اللي احنا زي ما بنقول سيادتك في اقفاص مغلقه، بندي برضو بندي العنبر بيشيل 23,000 فرخه، لو يعني واخد بالك؟ بيبقى في اقفاص، واخد بالك؟
انت لو عشان تربي 23 ألف فرخه محتاج مساحه ارض اكبر، محتاج لك 5 6 فدادين مثلا. فهي دي دي الفرق برضه. بس طبعا هيوفر، بيوفر، انا من وجهه نظري يعني اللي شفتها بيوفر في الاعلاف اللي هو ايه؟ اللي هي التربيه الاوبن اريا دي اللي المفتوحه بتوفر يعني، واخد بالك ايه؟ هنا بقى ما انا اقول لسيادتك حاجه، ما احنا انت بالنسبه هنا للاعلاف واخد بالك، لازم برضه احنا بنقول ايه؟ بنقول لسيادتك ايه؟ احنا بنحسبها بشبه يومي. البيضه بتيجي من قد ايه؟ كام جرام علف؟ بشبه يومي. العنبر يعني احنا بنقول مثلا مشروع 20 مليون بيضه، ممكن ما بنجيبش 20 مليون بيضه يعني انا ممكن مثلا بيبقى تكلفه العلف عند عمر معين واخد بالك غاليه جدا، يعني تعدي تكلفه سعر البيض. فانت لو قعدت لو قعدت الفرخه عند وهي بتخسر هتبقى خسر المشروع. فانت في عند عمر معين بتتابع سعر السوق واخد بالك سيادتك، لو سعر السوق يسمح او انك تكسب من ورا لو بعت الفرخه احسن من ايه ما تقعد تنتج في البيض، واخد بالك ان ممكن البيض يبقى مكلف وهو بيخسر في فتره معينه. ده بالنسبه للدجاج، بالنسبه للقطعان الكبير في السن اللي هي فاضل لها مثلا شهرين وتم، انما الكلام مش بالنسبه للاعمار الصغيره. انا دلوقتي هتكلم في حاجه الاقتصاديه، التوزيع بتاع البيض والغلو بيبقى في الشتاء ولا في الصيف؟ التوزيع بتاع البيض؟ انا اقول لسيادتك حاجه، هو هنا طبعا عشان اتعاملت منتجعات صياحيه في الصيف والكلام ده كله، في الصيف بيبقى البيض مطلوب اكتر. في الصيف؟ على اساس بيبقى في مثلا دلوقتي الساحل الشمالي والحاجات دي كلها بتبقى مقفوله. انما لما يبقى في ساحل شمالي طبعا عايزين كميات بيض بتروح هناك والكلام ده كله. فهي في الصيف بتحتاج، عشان كده برضو في الصيف السعر بيبقى اعلى شويه. بس في الصيف ممكن بيفسد البيض؟ لا هو ليه؟ اصل اقول لسيادتك حاجه، يعني عمليه التخزين بقت قليله دلوقتي، يعني احنا بنتكلم على بيض معظمه بيبقى طازه، يعني بيبقى طالع من المزرعه يعني حتى لو قعد اسبوع ما بيحصلش حاجه. طب هل انتوا اتجهتوا لانتاج بيض بلدي؟ لا احنا معتمدين على سلالات انتاجيه واخد بالك سيادتك، بحيث ما اقول لسيادتك ان انا اجيب انتاج عالي من السلالات دي. ودي عشان انا بجيب سلالات انتاج عالي عشان بيبقى التكلفه بتاعتها بسيطه واخد بال سيادتك بالنسبه لسعرها. لما احط 23,000 فرخه زي ما بقول لسيادتك، انا بحسب انا بقى الفرخه البيضه بتيجي من قد ايه علف واخد بال سيادتك، وبالتالي بتبقى عمليه حسابيه يوميه. لان انا يعني احنا بندور زي ما بقول لسيادتك الاستمراريه، انت بتدور على الربح اكيد. انا هنا طبعا ما فيش دعم بيجي للمشروع واخد بالك، احنا معتمدين اساسا على الدخل بتاع المشروع وبنصرف بيه على المشروع. سيادتك هل حققتوا ربح معقول من تربيه الدواجن والارانب؟ الحمد لله، يعني بقول لسيادتك يعني احنا ما نعتبرش مدعمين، احنا بنصرف من الارباح اللي موجوده من تحقيق الارباح الموجوده عندنا. فاحنا السنه اللي فاتت يمكن محققين ارباح بدات تتزايد مع احنا ما عايزينش نحسب، لا مش عايزين نحسب، بسم الله نقول بسم الله ما شاء الله. الحمد لله السنه اللي فاتت كنا حققين معادين 3 مليون جنيه. بسم الله ما شاء الله الحمد لله. حضرتك دلوقتي احنا برضه هندخل بقى في مقدمه ما اتكلمناش فيها، المزرعه دي على كام فدان؟ المزرعه على حوالي 11.5 فدان. 11.5 فدان. الطاق بالنسبه للعماله فيها قد ايه؟ والله عماله مش هنقول انها قليله يعني، انما تعتبر على طبعا نظام حكومه، طبعا في ناس اتعينت ومش يعني تعتبر فيها برضو عماله مش موجوده في القطاع الخاص يعني زايده شويه. زايده شويه، القطاع الخاص طبعا بيبقى بياخد عماله اقل من كده يعني. حضرتك سيادتك ورغم كده الحمد لله بنحقق ارباح. طيب اهم العماله الفنيه اللي عند حضرتك هم مهندسين ولا عمال ولا؟ هو عندي مهندسين وعندي عمال وعندي فنيين. والمهندسين دول تبع برضه قطاع الانتاج تبع يعتبروا موظفين في وزاره الزراعه؟ كلنا تبع قطاع الانتاج كل الناس المشروع معظمها، وفي ناس عندي عقد لسه يعني المفروض انهم هيتثبتوا حاجه زي كده. حضرتك في عندك منافذ للبيع في اسكندريه؟ هو انا عندي منفذ المشروع، وان شاء الله من نهايه العام الدراسي بتاع السنه دي عندي عربيات
سيارات متنقلة إن شاء الله هننزل بيها في الميادين إن شاء الله. حضرتك ليه أنا ما هقولش طابع سوري، آسف في السؤال، أن المشاريع الكبيرة جدا في الإسكندرية سواء الأسماك سواء البيت سواء ده، ليه ما بتعدش على المحافظات عشان نقول أن ده من إنتاج إسكندرية؟ مثلا راجل من الصعيد ولا من القاهرة، ليه الإنتاج بتاعكم ما بينزلش يعني يدوبك يعني يدوبك مكفين إسكندرية؟ هو يعتبر مكفين إسكندرية المزارع اللي موجودة فيها، يعني في مزارع في طريق الصحراوي عندنا، وفي مزارع طبعا الإصلاح الزراعي، وفي مزارع زي مزرعتنا طبعا مركز بحوث وزارة الزراعة، يعتبر مكفين إنتاجها يعني. ما احنا عايزين الخير ده في الخير ده يعم يعني مثلا احنا مثلا نطلب القاهرة في منافذ وزارة الزراعة نقول مزرعة انا بعض الاحيان كنت بدي يعني داخل على تكدس او حاجه زي كده طبعا عشان ما التجار ما يتحكموش فينا في الاسعار، كنت بعت انا كذا مره لمنافذ منافذ القطاع منافذ القطاع بحيث ان انا نازل برضه بسعر مقبول وما يبقاش في عندي تكدس، بحيث ما يسمحش للتجار ان يتحكموا في الاسعار. طب حضرتك انا سمعت ان الاسعار في المزارع اقل من بره، مين اللي بياخد الفلوس دي في النص بيبقى في وسيط طبعا هو اللي بيكسب، واخد بال سيادتك؟ انت على الاقل كل ما تقلل احتكاكك يعني انا بحاول بالنسبه للفراخ ما يعني بقى لي 5 سنين ما بجيبش وسطاء هنا، بقى مني للجمهور وعاملين منفذ بنبيع كميات كويسه من الدجاج باسعار يعني المكسب فيها بيبقى او الربح بالنسبه للمشروع بدل ما يبقى للتاجر. حضرتك هو في بورصه عند السيادتك؟ في بورصه، بورصه للدواجن؟ في بورصه الاسعار بتبقى موجوده، ومدرسك بيحدد كل يوم سعر الفراخ وسعر البيت. ده عند حضرتك هنا ولا بره؟ لا دي بتبقى بره. مين اللي بيحددها بقى؟ بيحددها مجموعه منتجين. مجموعه منتجين هم اللي منتجين ما خد بالك بيبقى بيعتمد على هو عنده كميه بيض قد ايه، مسحوق قد ايه، السوق طالب قد ايه، فبيحدد بناء على كده، وممكن تتغير تاني يوم يعني حسب صاحب الانتاج. ايه المشاكل الصحيه اللي بتقابل الفراخ اليوميه عند حضرتك؟ يعني مثلا انا بقول انا مثلا ايه بمر دلوقتي على العنابر، مثلا ايه المشاكل الصحيه؟ طبعا في امراض مختلفه، طبعا انت الامراض المختلفه دي المفروض بتكون محصن زي ما قلت لسيادتك في فترات التربيه، على اساس بنطلع فرخه بتكون مهيئه لانتاج اكبر كميه من البيض، لان الفرخه لو كانت اصيبت خصوصا في فتره التربيه طبعا بيبقى وزنها قليل، بيجي لها وزال، بيبقى انتاجها في الاخر ما بتجيبش اللي احنا بنقول عليه كميه الانتاج، ما تخشش حاجه اسمها كميه الانتاج، واخد بال سيادتك؟ وبيتعامل في حاجه اسمها في التربيه نسبه تجانس، يعني نسبه تجانس ان احنا بيبقى حوالي مثلا فوق ال 85% من الدجاج في فتره التربيه، حوالي ما لا يقل يعني، على اساس اجيب انتاج عالي ان انا اجيب اللي هو 95% في الانتاج او في الاخر خاص بالترجم ان الفرخه جابت كام بيضه وبتكلفه اقل. مهم موضوع التكلفه ده مهم جدا، واخد بالك؟ بالنسبه بنقلل هدر الاعلاف، نحاول نقلله على قد ما نقدر، واخد بالك؟ بحيث ان احنا زي ما قلت لسيادتك الفرخه بتطلع مهيئه لانتاج اكبر كميه من البيض. بنتفادى بقى عمليه الاصابه موضوع التحصينات والتربيه، طبعا التربيه بقى بيعوج التربيه تهويه سيئه ازدحام، واخد بال سيادتك؟ طبعا احنا بنحاول ان احنا يبقى في تهويه جيده للفراخ، ما يبقاش في ازحام، بنتفادى حته مشاكل التربيه او واخد بالك او المشاكل البيئيه، واخد بالك اللي موجوده في المحطات. والهدف النهائي زي ما قلت لسيادتك ان انا اتلافى كل الحاجات دي عشان اطلع بفرخه بتوصل يعني متوسطها بتاع كيلو 400 على العمر اللي هو قلت لسيادتك عليه من 135 يوم ل 140 يوم،
على اساس يكون منها انتاج بتقعد فتره طويله اللي هي كل بيسموها فرخه مصابره على الوضع، في المصابره على الوضع يعني بتفضل تجيب انتاج مثلا فوق 90% مده طويله، بترجع برضو لنوع برضو السلاله اللي هي سلاله كويسه مع التربيه الكويسه. دلوقتي احنا حضرتك كلام شيق مع سيادتك، واحنا قربنا على انتهاء الحلقه بتاعتنا، عايزينك تقدم روشتة للمستهلك وروشتة للبايع، تقول لهم ايه؟ هو بالنسبة للمستهلك البايع ما يستغلش السوق، يعني المفروض ما يستغلش. بالنسبة للمستهلك انه في اماكن منتجين دلوقتي بتبقى منتجة لها منافذ، يعني هو مثلا شاكك في البايع اعمل حاجة يعني سعر وعائلة والحاجات دي كلها، في كذا مشروع عاملين منافس خصوصا في اسكندريه يعني. واحنا في نهايه البرنامج بنشكر سيادتك يا باشمهندس حسن، ونتبنى لك التوفيق انت والمشروع وزاره الزراعه ومصر، وكل سنه وانت طيب انت والعاملين في المشروع. الله يخليك، شرفت المشروع وربنا يديم المعروف. وفي النهاية بنشكر زملائنا من طاقم الإعداد والإخراج والتصوير، وإلى لقاء في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. وهذا هو إسكندر أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.